الآن التلفزيون العربي الإصابات من داخل المخيم. إذن هناك إصابات من داخل المخيم. المخيم هل يعني ذلك يتحرك من داخل المخيم؟ نعم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد القصف. سنريد أن نفهم فقط ما الذي جرى على المخيم. نعم. لا، سنفهم فقط ما الذي جرى في الداخل. لو سمحتوا بس من وين طالع الإسعاف؟ ليش جوا في شيء؟ المنطقة اللي تحت. شكله صار إصابة. جيش حتى تروي. الجيش مشاه ما صار قصف حالياً. لا لا عدنا لا في شيء. إذن جمال جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم من المنطقة التي تقف فيها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنود جيش الاحتلال أطلقوا النار، اقتحموا المنطقة في منطقة مقابلة وأطلقوا النار، وهناك إصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل المخيم. إذن هذه هي الأجواء من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، أوضاع متوترة مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال لمخيم. قبل هذا الاقتحام جمال كان هناك عبر سماعات المساجد ينادي أهالي مخيم بلاطة لتشييع جثمان شهيد سقط بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على هذا المخيم، لكن لم يتمكن الأهالي من جلب الشهيد إلى هذه المنطقة لأن جيش الاحتلال عاود اقتحام المخيم من جديد ولم يتمكن الأهالي من تشييع جثمان شهيدهم. تتقدم آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء باتجاه مدخل المخيم، المدخل الرئيسي لهذا المخيم، وكما نشاهد من هنا جمال حالة توتر على مدخل المخيم. ربيع حالة توتر على مدخل المخيم مع اقتراب آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر باتجاه مدخل السوق، المدخل الرئيس لمخيم بلاطة، وهنا يتجمهر عدد كبير من المواطنين المدنيين. ليس هناك أي مسلح في هذه المنطقة، هم جميع من يقفون في الشوارع هم مواطنون مدنيون أحيانا يحملون الحجارة، ولكن لم نشاهد أي مسلح في هذه المنطقة. ومع ذلك أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار وأصاب شابا كما شاهدتم، تم نقله بسيارات الإسعاف، وإصابة أخرى تم نقلها من داخل المخيم. إذن هناك إصابتان خلال هذا الاقتحام الثاني خلال هذا اليوم، هذه الإصابات بالإضافة لشهيد و13 إصابة بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم بلاطة. في هذه الأثناء وقبل قليل تم نقل إصابتين من هنا، ونؤكد جمال أنه ليس هناك أي وجود لمسلحين فلسطينيين في هذه المنطقة. هذا ما نشاهده من مدخل مخيم بلاطة، هناك عدد كبير جدا من أهالي المخيم والفتية والشبان المدنيون أحيانا يلقون الحجارة باتجاه آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرد بإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان الفلسطينيين، ولكن ليس هناك أي وجود لمقاتلين أو مسلحين فلسطينيين في هذه المنطقة. جيش الاحتلال يبدو أنه دفع بتعزيزات جديدة خرجت من حاجز بيت فوريك. الآن هناك خروج لتعزيزات جديدة من حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس وهي في طريقها إلى مخيم بلاطة. يفهم من هذه الصورة جمال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه الصورة يمكن أن نفهم أنه يعتمد على الطائرات في هذه الأثناء، وهو تطبيق عملي لما قاله وزير الجيش الإسرائيلي بأنه لم يعد هناك قيودا على استخدام الطائرات في الضفة الغربية وتحديدا في مخيمات الضفة الغربية. عدد قليل من الآليات يعني اعتماد تام على الطائرات. هذا ما يمكن فهمه، لأنه عندما دخلت في المرة الأولى 4 آليات عسكرية لجيش الاحتلال تم القصف من الجو، وهو ما تقوم به قوات الاحتلال وربما قد تقوم به في أي لحظة هنا في مخيم بلاطة مرة أخرى، لأن هناك جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلوا باتجاه أحد المنازل من هذه المنطقة وأطلقوا الرصاص الحي داخل المخيم. أصيب شاب تم نقله من داخل المخيم والشاب الآخر من مدخل المخيم. إذن اقتحام، ونذكر فقط جمال بأن التطورات متسارعة في هذه المنطقة منذ ساعات الصباح
حصلت عملية إطلاق نار باتجاه حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس، أصيب جندي إسرائيلي بحسب المصادر الإسرائيلية بجروح خلال إطلاق النار. تبنت كتيبة نابلس سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عملية إطلاق النار. بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اقتحامات واسعة للمناطق الشرقية من مدينة نابلس، وشملت هذه الاقتحامات محيط مخيم بلاطة، فاندلعت اشتباكات مسلحة في الاقتحام الأول، ثم انسحبت قوات الاحتلال لتباغت الأهالي الذين نزلوا إلى الشوارع بقصف من الجو على الأهالي الذين تجمعوا في شارع السوق وسط المخيم، هو الشارع الرئيس، أكبر شوارع مخيم بلاطة. عملية قصف أسفرت عن شهيد و13 إصابة، بينها 3 إصابات في حالة خطيرة، من بين المصابين متطوع إسعاف وطفل، ومتطوع الإسعاف هو في حالة خطيرة جدا. الآن نسمع إطلاق نار، نسمع إطلاق نار داخل المخيم، وبعد أن استشهد شاب وأصيب 13 آخر من جمال عن تسلسل الأحداث، كان هناك نداء بسماعات المساجد عن التجمهر في ساحة السوق الذي نقف على مدخله الآن لتشييع جثمان الشهيد الذي سقط قصفا بطائرة مسيرة إسرائيلية على هذا المخيم لتقتحم قوات الاحتلال المخيم مرة أخرى. إذن الهلال الأحمر أصدر الآن بيانا يقول فيه أن هناك إصابة بالرصاص الحي في اليد خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة. حتى اللحظة تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع شهيد و15 إصابة خلال الاقتحامات التي حصلت خلال هذا اليوم، إذن إصابتان كما أكدنا. ونقلناها هنا على الهواء مباشرة، تم نقل إصابتان من هنا و13 إصابة، وهو مجموع ما تحدث عنه الهلال الأحمر، شهيد و15 إصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وصواريخ طائراته التي قصف فيها على مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، مع استمرار تمركز آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل هذا المخيم. جمال، نعم، الطائرات التي لم تغادر سماء المخيم كما ذكرت عميد الطيران الحربي الإسرائيلي، الذي نذكر بأن مسيرة قامت بقصف موقع في مخيم بلاطة، نتحدث عن شهيد واحد على الأقل، 15 إصابة حتى الآن، 2 منها كما تابعنا معك عميد نقلناها مباشرة على الهواء على شاشة التلفزيون العربي، ونتابع هذه الآليات خلفك عميد. هل هو موقع التمركز الوحيد لقوات الاحتلال أم هي تتمركز ربما في مواقع أخرى في المخيم؟ جمال، الموقع التمركز الوحيد هو هنا في هذه المنطقة، ولكن قبل قليل خرجت المزيد من الآليات من حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وكما ذكرنا جمال يفسر هذا الأمر بأنه عدد جنود أقل على الأرض، يعني اعتماد أكثر على الجو، وهذا ما يفسر حديث وزير الجيش الإسرائيلي عن رفع القيود عن استخدام الطائرات في الضفة الغربية وتحديدا في مخيمات الضفة الغربية وعدم المخاطرة بالجنود، وهذا يعني أنه كلما كان هناك عدد جنود وآليات أقل تلقائيا يفهم من ذلك أن الاعتماد في هذه الحالة على الجو وليس على من يقفون داخل هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية التي التي اقتحمت مخيم بلاطة وهي تتمركز على أحد مداخل المخيم في هذه الأثناء. هناك عدد من الآليات في هذه المنطقة وعدد آخر خرج من حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس. الآن نشاهد العربات تتحرك الآن، يبدو أنها أو كلتاهما تتحرك الآن. نعم، هذا ما نشاهده، تتحرك آليات جيش الاحتلال، ولكن نريد أن نفهم إن كانت ستغادر هذه المنطقة باتجاه آخر أم أنها ستبقى هنا، بما أنه هناك خروج كما ذكرنا لمزيد من التعزيزات خرجت من حاجز بيت فوريك، ولا نعرف إن كانت في طريقها إلى هنا. الآن تتحرك آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحركت آليات جيش الاحتلال في هذه التلفزيون العربي.